السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أرسلين، كنت بتتفرج على قناة بيم أريبيا، والنهاردة هنشوف محرك بحث الكتب العربية. لو أنت بتدور على أي حاجة في كتاب عربي بتدور عليه، فبتدخل على الموقع دوت وتكتب الحاجة اللي أنت عايزها، وليكن مثلا نوتيفيكيشن، وتعمل بحث، هيبدأ يجيب لي كل الكتب اللي فيها كلمة أوتوكاد بالعربي. طيب ممكن تقول له مثلا أنا عايز أضيف كتاب معين، فتقدر تضيف الرابط بتاعه لمحرك البحث. تقدر تساهم في قاعدة بيانات الكتب العربية، تقدر تشارك وتضيف كتب زي ما أنت عايز. في كتب كتيرة موجودة اهيت، في 41,000 كتاب، في 14,000 مؤلف، في 3,000 ناشر، في 150,000 قارئ، وفي كتب صوتية بالشكل دوت، تقدر تسمع الكتب وانت مثلا في العربية. برضو في هنا ألغاز منطقية، لو انت حابب ان انت تتسلف هتلاقي شوية ألغاز كويسة جدا للتسلية.